أهلا بكم أصدقائي طلاب الصف الأول الإعدادي، بنكمل مع بعض دراسة منهجنا Hello Beyond the Words، وبنبدأ النهاردة مع بعض دراسة Unit 2 اللي عنوانها My Network. My Network يعني جهات اتصال. طبعا هنبدأ النهاردة بدراسة Lessons 1 and 2، وطبعا العنوان بتاع درسنا هو My Cousin's Wedding، يعني حفلة زفاف ابنة العم. وكمان an email to a friend، ايميل او رسالة بريدية الى صديق. معاكم مستر محمد سيف، يلا بينا نبدأ درسنا. هنبدأ بالفوكاب. اوكي، social media، social media وسائل التواصل الاجتماعي، wedding celebrations، wedding celebrations احتفالات الزفاف، guest يعني ضيف، marriage contract، marriage contract عقد الزواج، bride bride عروسة، party party حفلة، cinema cinema hug ده verb معناه يحتضن، groom groom عريس، photographer photographer مصور، signing signing توقيع أو إمضاء، gift gift هدية، network network شبكة اتصال، shopping mall shopping mall مركز تسوق، messages messages رسائل، outfit outfit زي خاص. بنكمل قراءة الكلمات. wedding reception wedding reception وليمة الزفاف، أو زي ما احنا بنقول عليه البوفيه، البوفيه بتاع حفل الزفاف. plan plan يعني خطط أو خطة. event event حدث. wedding service wedding service تجهيزات الزفاف. bracelet bracelet صور أو إسورة. جلابية يعني جلابية. celebrate celebrate يحتفل. أوكي بنكمل. wedding dress wedding dress فستان الزفاف. gold gold ذهب. necklace necklace قلادة أو عقد. relatives relatives أقارب. traditional traditional تقليدي. amazing amazing رائع أو مدهش. عندنا كلمات لـ listen to. fun متعة أو مرح. sports field ملعب رياضي. shop محل أو متجر. فتة اللي هي الفتة. kids أطفال. outside بالخارج. hall hall الكل أو الجميع. restaurant restaurant مطعم. shop windows shop windows واجهات عرض المتجر أو اللي احنا بنقول عليها الفيترينات. سوب سوب شوربة. delicious لذيذ. curly مكعب. عندنا conjugation of irregular verbs. wear wore worn يعني يرتدي. sit sat sat يجلس. cut 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 يقطع. stand stood stood يقف. buy bought bought يشتري. send sent sent يرسل. tell told told يخبر. eat ate eaten يأكل. مدينا بعض الكلمات اللي احنا قرأناها من شوية، ولكن مدينا ال definitions بتاع in English. bride اللي هو العروسة. the woman who gets married المرأة التي تتزوج. groom the man who gets married الرجل الذي يتزوج. guests ضيوف. the people who come to the wedding الناس اللي هيجوا الحفلة أو حفل الزفاف. wedding reception الوليمة أو البوفيه زي ما قلنا. the event where people eat and enjoy themselves الحدث اللي الناس بتاكل فيه وتمتع نفسها. wedding dress فستان الزفاف. a special outfit that a woman wears at her wedding هو الرداء أو الزي اللي بتلبسه المرأة في حفل الزفاف. marriage contract عقد الزواج. the people who are getting married sign الورقة للناس اللي بيتجوزوا بيوقعوا عليها. wedding cake تورتة الزفاف. something sweet that people at a wedding eat الناس sorry الشيء الحلو اللي الناس في حفل الزفاف بياكلوه.
طيب جدول السينونيمز والانتونيمز قلنا قبل كده مهم جدا، هنقراه سريعا: large, big, huge, small, tiny, beautiful, pretty, lovely, ugly, terrible, amazing, wonderful, ordinary, happy, glad, pleased, sad, upset, delicious, tasty, horrible, nasty. nasty اللي هو سيء أو كريه أو مؤذي. أوكي، جدول الـ prefixes والـ suffixes. كل اللي عندنا النهاردة suffixes. الـ ER بتحول الفعل لاسم فاعل like photographer، الـ ING بتحول الفعل لاسم like signing، الـ age بتحول الفعل لاسم like marriage، الـ AL بتحول الاسم لصفة like traditional. هنحل طبعا جزء الـ vocab study دوت في الـ homework. وصلنا لجزء الـ general notes، وده لازم نعرفه كويس ونذاكره كويس جدا. إيه الفرق يا ترى ما بين كلمة wedding وكلمة marriage؟ wedding يقصد بيها الزفاف أو الحفلة نفسها، الحدث. My cousin's wedding was great، زفاف أولاد عمي كان رائع أو عظيم. أما marriage ده نوع ومعناه إجراءات الزواج. The signing of the marriage contract is at 7:30 p.m. الفرق ما بين كلمة gift وكلمة prize. gift دي هدية أو منحة من شخص وملهاش مقابل، يعني أنا بديها لحد بدون مقابل. The necklace was a gift from Ayman to his bride، العقد كان هدية من أيمن لزوجته أو لعروسته. أما البرايز بقى دي جائزة تمنح لإنجاز قام به شخص ما. دكتور زويل won the Nobel Prize for Chemistry، طبعا جايزة. الفرق ما بين ask و ask for؟ الاثنين أفعال طبعا، ask يعني يسأل، أما ask for معناه يطلب. The teacher asked me، المعلم سألني a question and I answered، وأنا جاوبت. أما ask for ده يطلب، I could ask my parents for some money، أنا أستطيع أن أسأل والدي أو أطلب يعني سوري من والدي بعض المال. طيب وصلنا لجدول الـ important expressions and prepositions. هنبدأ الأول بالـ expressions التعبيرات. take photos يلتقط الصور، sign a contract يوقع عقد، come together or meet up يعني يتقابل. they look very happy تبدو عليهم السعادة، spend time with يقضي وقت مع، have a lot of fun يستمتع كثيرا، arrive at يعني يصل وبيجي وعدها وقت، arrive between يصل بين وبدي وقتين وقت and time and time، get married يتزوج، take place equal happen معناه يحدث. الـ prepositions أو حروف الجر: start at بيجي وراها time وقت يبدأ فيه، marriage to بيجي وراها شخص يتزوج من، meet up يعني يتقابل، a long way from على مسافة طويلة من، sit at يجلس إلى، give up get up sorry ينهض أو يقف، on the phone على الهاتف، on the weekend في عطلة نهاية الأسبوع، in her wedding dress مرتدية فستان زفاف، belong to ينتمي إلى أو يخص. عايز بس ناخد بالنا on the weekend، لو لنا إخوات أكبر مننا فمناهجهم هنلاقي بياخدوا أو بيختاروا مع the weekend حرف جر at مش on، فناخد بالنا لو أخويا أو ماما بيذاكروا معانا فلازم نبقى عارفين إن the weekend بتاخد عندنا إحنا في منهجنا on. الصفحة دي مهمة جدا، نصحتك قبل كده إن إحنا لازم نقراها كويس ونحفظ الجمل اللي فيها، عشان الجمل دي هتساعدني إن أنا أكتب في الموضوعات اللي هو كتبها لنا تحت ديت. 3 موضوعات: a wedding plan اللي هو خطة الزفاف، a wedding party حفل الزفاف، أو a birthday party يعني حفلة عيد الميلاد. أي حد يطلب مني أتكلم أو أكتب عن التوبكس دي يبقى أنا أوريدي حافظ جمل أقدر أكتب بشكل سليم. طيب وصلنا لجزء الـ skills المهارات، وأول مهارة عندنا اللي هي reading and listening. a plan for a wedding خطة للزفاف. the bride شروق and her and the groom شريف arrive at 5 p.m. العروسة شروق وعريسها أو العريس شريف يصلوا الساعة 5 مساء. The photographer arrives at 5:30 p.m.
to take photos of the bride in her wedding dress and the groom. المصور يصل الساعة 5:30 ياخد صور للعروسة في فستانها والعريس. The wedding guests arrive for the wedding service between 6 p.m. and 6:30 p.m. ضيوف الزفاف أو المعازيم يعني يصلوا لتجهيزات الزفاف ما بين 6 و6:30. The signing of the marriage contract takes place between 7:30 p.m. and 8:30 p.m. توقيع عقد الزواج سيحدث بين 7:30 و8:30. The wedding reception starts at 9 p.m. وليمة الزفاف أو البوفيه يبدأ في 9 مساء. The guests have a meal, eat wedding cake, and take photos with the bride and groom. الضيوف يتناولوا وجبة ويأكلوا من كعكة الزفاف ويلتقطوا صور مع العريس والعروس. منيلز قطعة تانية. منيلز السوشيال ميديا بوست about the wedding، يعني بوستات منال على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص أو عن زفاف. Last weekend in Luxor, my cousin Amira got married to Ayman. الأسبوع الماضي، عطلة نهاية الأسبوع الماضي في الأقصر، ابنة عمي أميرة تزوجت إلى أيمن. It was a really fun day. كان يوم ممتع. I have a large family and more than half of the wedding guests were members of my family. بتقول أنا لدي عائلة ضخمة وأكثر من نصف المعازيم أو ضيوف الزفاف كانوا أفراد من العيلة. I loved seeing my whole family come together to celebrate with Amira and Ayman. أنا حبيت رؤية عائلتي بالكامل يأتون معا للاحتفال بأيمن وأمير. I saw aunts and uncles who live a long way from us and who I don't see very often. أنا رأيت عمات وخلان أو عمام يعيشون على مسافة بعيدة مننا ومش بشوفهم غالبا. This is a photo of me next to Amira and some of my cousins. هذه الصورة لي وبجوار أميرة وبعض أبناء العم. The wedding service was really beautiful. تجهيزات الزفاف كانت رائعة جدا. When Amira arrived, you could hear everyone say, "Wow, she looked so beautiful and her wedding dress was amazing." بتقول لما أميرة وصلت كنت قادرة أسمع الجميع بيقول واو، صيحة الإعجاب. هي شكلها جميل جدا وفستانها مذهل. It was white and she was wearing a beautiful gold necklace and bracelets. كان الفستان يعني كان أبيض وهي كانت ترتدي عقد ذهبي وأساور ذهبية والتي كانت هدية من أيمن. أيمن's traditional جلابية was white. جلابية أيمن التقليدية كانت بيضاء. The bride and groom looked very happy. العريس والعروسة كانوا يبدو سعداء. After the signing of the contract, it was time for some food and some fun. بعد توقيع عقد الزواج، كان وقت تناول بعض الأطعمة وبعض المرح. That's my favorite part of a wedding. ده الجزء المفضل عندي في حفلات الزفاف. تحب الأكل إيه؟ The wedding reception اللي هو الوليمة أو البوفية. I sat at a table with my two brothers. جلست في منضدة مع إخواتها الاثنين. My parents and my grandma. ووالديها وجدتها سوري. I wanted to talk to some other relatives after the meal. أنا أردت أن أتحدث إلى بعض الأقارب بعد الوجبة. So I got up and went to talk to my cousins. لذلك نهضت وذهبت للحديث مع أبناء العم. My cousin Iman showed me all her photos of the wedding on her phone. ابنة عمي إيمان عرضت لي كل صورها لحفل زفافها على تلفونها. Then Ayman and Amira cut the wedding cake. بعد كده أيمن وأميرة قطعوا حفل كعكة الزفاف. It was delicious. أكلت منها واضح. طبعا كانت لذيذة.
طيب عندنا جزء كمان في الريدنج ده ايميل طبعا from ملك to تمارا. السبجكت بتاع الايميل some family photos، بعض صور العيلة. Hi Tamara, how are you؟ كيف حالك؟ I'm sending you a photo of me at my grandma's birthday party last week. أنا ببعت لك صورة ليا في حفل عيد ميلاد جدتي الأسبوع الماضي. The party was at my grandparents' house and our whole family was there. الحفلة كانت في بيت أو منزل جدي وجدتي وكل العيلة كانت هناك. We all had a lot of fun together. نحن جميعا استمتعنا. The party showed me that sending messages to your friends and family is fine, but it's not as good as spending time with them. بتقول الحفلة دي ورتني أو بينت لي قد إيه إن إرسال الرسائل للأصدقاء والعيلة ده كويس، ولكن مش كويس قد قضاء الوقت معهم. You can laugh with them, hug them, and look in their eyes, and really listen to them. طبعا لما بتكون بتقضي وقت معاهم مش على النت يعني، بتقدر تضحك معاهم وتحضنهم وتنظر في عيونهم وطبعا تسمعهم. Do you have time to meet up with me one afternoon next week؟ هل لديك وقت إن احنا نتقابل بعد ذات يوم بعد الظهيرة الأسبوع القادم؟ Maybe on the weekend، ممكن يكون في يوم الويكند. We could go to the shopping mall. نقدر نروح للشوبينج مول. There is a shop there that has some beautiful clothes in its windows. بتقول يوجد هناك محل لديه ملابس جميلة في الفترينات بتاعته. I could ask my parents for some money for the cinema or to go to a restaurant. أستطيع أن أطلب من والدي بعض المال للذهاب للسينما أو لمطعم. My dad's friend Ali opened a new restaurant last month and it looks great. صديق أبي اللي هو اسمه علي افتتح مطعم جديد الشهر الماضي ويبدو أو شكله عظيم. What do you think؟ إيه رأيك؟ Write soon and tell me about your family. اكتبي لي بسرعة وقولي لي عن عائلتك. Love ملك. عندنا قطعة كمان بيقول لنا In these pictures my family and I were having lunch at my grandparents' house. في الصورة دي عيلتي وأنا بنتناول الغداء في منزل جدي وجدتي. My auntie Salwa and her kids were there. عمتي سلوى وأولادها كانوا هناك. The food was delicious. الطعام كان لذيذ. We had salad, feta and meat. تناولنا طبعا سلطة وفتة ولحمة. My grandmother also cooked some delicious soup. طبخت لهم كمان شوربة لذيذة. After we ate, mom made us all some tea and cake. بعد ما أكلنا أمي عملت لنا كلنا شاي وكيك. Which we all enjoyed. واللي استمتعنا جميعا أو كلنا بيه. After that I played outside with my cousins. بعد كده لعبت بره مع أبناء العم. It was great fun. طيب عندنا هنا جزء skills بيقول لنا من المهارات يعني اللغوية إن إحنا أبقى قادر أعمل matching pictures to texts، أوصل الصور للنصوص. بيقول لنا أعمل ده إزاي في 3 خطوات. When you need to match pictures to text، أول حاجة first find the words for the most important things and people in the text. أول حاجة لازم تلاقي الكلمات المهمة جدا، أهم الكلمات يعني في النص ده، وأسماء الشخصيات. Then try to find these things or people in the pictures. بعد كده أروح للصور وأبص على الشخصيات دي أو الحاجات المهمة اللي إحنا حددناها في الكلام. Finally if they are in more than one picture، لو في أكتر من صورة طبعا go back to the text and look for more the detailed information about them. يقصد لو في أكتر من صورة يعني فيهم نفس الشيء أو نفس الأشخاص لازم نرجع للنص مرة تانية عشان نلاقي معلومات أكتر تحدد لنا الصورة المقصودة. بيقول لنا هنا نطبق الكلام ده، جاب لنا 3 نصوص اهوت وهنا 3 pictures. خلينا بسرعة كده، بيقول لنا the bride got married in a beautiful wedding dress. ادي أول حاجة wedding dress دي كلمة مهمة. When she arrived everyone said wow. ما اتكلمش غير عن البرايد والويدنج دريس، يبقى أكيد طبعا على الرغم من إن البرايد موجودة في 3 صور بس طبعا
الصورة الوحيدة اللي ما جابش سيرة أي شخص آخر هي دي، يبقى this is number one. Text الصورة دي matching with number one. Number two, the groom wore a traditional جلابية that was white. The bride and the groom looked very happy. طبعا عندي هنا groom العريس وجلابية وبرايد وبرايد برايد وجروم كمان الاتنين مع بعض، طبعا الوحيدة اللي فيها الجروم العريس اللي هي دي، يبقى this is number two. Number three, the wedding party was really fun. ممتع. The whole family came together to celebrate. Family يبقى ناس كتير، wedding party حفل زفاف، يبقى أكيد الصورة الأولى هي number three. دي مهارة إن أنا أعمل matching ما بين الصور والتكست. هنحل الـ exercise and vocab ده في الهومورك. اوكي، وصلنا للجزء الثاني في درسنا، جزء اللانجوج واللي هو عن الديترمينرز. الديترمينرز المحددات، بيقول لنا محددات يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا عندي ناون او اسم حاجه مثلا زي كده، بوك، اوكي، اباك، كل دي ناونز عاديه بس انا ما اعرفش هي بتنتمي لمين، belongs to whom. اوكي، ف بنضطر نلجأ للترمينرز ديت المحددات عشان أحدد هي الحاجات دي تنتمي لمين. لو بتنتمي ليا يبقى أكيد أستخدم الديترمينر اللي هو اسمه ماي بوك، يبقى ده أنا حددت الكتاب ده بتاع مين، ينتمي لمين، ماي بوك. لو الباك عايز أحددها مثلا أقول شنطته هو، أقول هيز بوك. يبقى درسنا عن اللي هي بنقول عليها أحيانا اللي هي ضمائر الملكية، بس طبعا هنا عنوانها او اسمها determiners. طيب تعالوا كده بقى، بيقول لنا we use determiners، بنستخدم المحددات اللي هي my, your, his, her, its, our, their to say who the owner، من يكون المالك of something is or who something belongs to، او الحاجة دي بتنتمي لمين. مدينا هنا طبعا جدول لضمائر الفاعل، اوكي، اللي هي بتيجي في أول الجملة، ومدينا الديترمينر بتاع كل ضمير منهم. غالبا بيبقى في علاقة ما بينهم. لو أنا بتكلم، أنا بتكلم مع نفسي أول، يبقى الديترمينر المناسب أكتر في الجملة لو أنا هنسب حاجة ليا أنا هستخدم ماي، يبقى أي معاها ماي. بس ناخد بالنا إن كل الديترمينرز لازم يجي وراهم إيه في الجملة، ما ينفعش يجي لوحده كده، لازم يجي بعده ناون، اسم الشيء المملوك، لازم يجي بعد الديترمينرز دي كلها. اوكي، طيب خلونا نقرا مع بعض. اي الديترمينر بتاعه ماي، يو الديترمينر بتاعه يور، هي هيز، شي هير، وي اور، ذي ذير. ناخد بالنا ان there ديت سواء بقى او زي، حتى ضمير they ده جمع لاي حاجه مفرد، سواء عاقل او غير عاقل، يعني he or she or حتى it اللي هتيجي ده جمعهم كلهم they، طبعا جمع I اللي هو we. it طبعا it's، ناخد بس بالنا ان it's هنا بدون apostrophe، مفيش apostrophe، هي it's كده one word، كلمه واحده ورا بعضهم بدون اي فاصلة عليا زي ما احنا متعودين نشوفها، اللي هي الاتس اللي هي مكونة، او لو فكينا الادغام ده تبقى it is. تمام، دي اتس بدون اي ابوستروفي. طيب نكمل، بيقول لنا امثلة بعد كده. I am sending you a photo of me، انا ببعت لك صورة ليا، at my grandma's birthday party last week. my grandma ده determiner مش جدة وخلاص، ده جدتي أنا. This is my sister نهى، دي أختي نهى. Her hair شعرها، شعره hair راجع على my sister نهى اللي هي she. My cousins طبعا هو معوض هنا بضمير they living in Aswan. Their house بيتهم، يبقى ضمير الملكية أو determiner بتاع they their house. طيب خلونا نروح لجزء تاني، عندنا حاجة تانية النهاردة اللي هي الـ possessive apostrophe s أو s apostrophe. إيه ده؟ إزاي؟ هنشوف استخدام يعني إيه apostrophe s، فاصلة عليا وبعدها s، أو s وبعدها فاصلة عليا. بيقول لنا we can use apostrophe s and s apostrophe to say who owns
something عشان أقول برضو مين اللي بيمتلك الشيء ده or who something belongs to، نفس الشيء الـ determiner ولكن بشكل مختلف. تعال نشوف أول استخدام، بيقول لنا we use apostrophe s after names or singular nouns، يا إما بعد اسم شخص أو بعد اسم مفرد. زي إيه كده؟ بقول my dad's dad اسمه مفرد، my dad's friend، طبعا الابوستروف اس بيجي وراه الشيء المملوك، اوكي، والمالك بيجي الاول، my dad's friend يعني صديق ابي علي اللي هو اسمه علي opened a new restaurant last month. the giraffe's neck، هنا جيراف اسمه مفرد اهو، جبنا بعد ابوستروف اس، وايه الحاجه اللي بتمتلكها الزرافه؟ النيك، رقبتها. the giraffe's neck، رقبه الزرافه is very tall، طويله جدا. ولكن بقى ايه بقى الاس ابوستروفي او الابوستروفي بس؟ بيقول هنا دي بنحطها بعد بلورال ريجولار ناونز اسم جمع منتظم، احنا بنجيب الجمع في الانجليش باضافه الاس، يعني لو اسم جمع اخره اس بنحط ابوستروفي بس بعد الاسم، اوكي، بتبقى بالشكل ده، الاس دي طبعا اس الجمع وبعد كده الابوستروفي بتاع الملكيه. ثواني اوكي، تعال نشوف الامثله. بيقول لنا ايه؟ my grandparents، my grandparents يعني جدي وجدتي الاثنين جمع اهو، اس الجمع بعد كده قلنا apostrophe عشان يجي شيء مملوك بعدها. my grandparents house يعني منزل جدي او منزل جدي وجدتي is behind our house، يكون خلف منزلنا. مدينا معلومات اضافيه عن الابوستروفي اس والاس ابوستروفي، بيقول لنا بنستخدم الابوستروفي اس بعد الاسماء الجمع الغير منتظم، احنا لسه كنا بنتكلم الجمع اللي اخره اس بنحط له ابوستروف. طب لو هو جمع غير منتظم يعني احنا ما استخدمناش فيه اس، زي كده كلمه women نساء، فبيقول لك حط ابوستروف اس عادي بقى، هنا الاس دي بتاعت الملكيه. women's bags يعني حقائب النساء. children ما هي برضو children اطفال، جمع بدون اس هنحط له اس الملكيه، يبقى children's toys ألعاب الأطفال. بيقول لنا بنستخدم الأبوستروف إس مع الاسم الأخير فقط في حالة امتلاك شخصين أو أكتر لشيء ما. لو أنا عايز أقول فلان وفلان منزل فلان وفلان، يبقى أنا أحط الاسمين بس الاسم الأخير اللي هياخد الأبوستروف إس. تعالوا نشوف المثال، بيقول لك can you see أمير and ياسر's house، house ده الشيء المملوك لأمير وياسر، بس إحنا حطينا اس الملكية الأبوستروف اس بس في الاسم الأخير، ما قلناش أميرز أند ياسرز هاوس. طيب إيه كمان؟ بيقول لك إن الأسماء ما بنستخدمش ولا اس أبوستروف ولا أبوستروف اس مع أسماء الجماد، لأن الجماد ما بيمتلكش حاجة، زي مثلا ما بقول exercise book يعني كتاب التمارين، الاكسرسايز ده ما ينفعش يمتلك حاجة. كمبيوتر سكرين، كمبيوتر ده اسم جماد ما ينفعش يمتلك شيء، كمبيوتر سكرين شاشة الكمبيوتر. بيقول لنا دايما بنستخدم أداة الاستفهام هوز اللي معناها ملك من، هوز للسؤال عن الملكية، أما أقول هوز باج إز ذات، ملك من تلك الحقيبة، قال لنا في الإجابة اتس عمرز، إنها ملك عمر. طبعا هنا ما ذكرش الشيء المملوك مرة تانية لأن احنا فاهمين بنتكلم عن ايه، كان ممكن يقول it's Omar's bag انها تكون حقيبة عمر، بس بنحذفها لأن المعنى مفهوم. طيب تعالوا نحل جزء من الاكسرسايز على اللانجوج علشان نتأكد ان احنا فهمنا كويس. طيب نحل سؤال choose number one، is this a photo of wedding سمير؟ طبعا هنا بقى رجعنا للديترمينر الجزء الأولاني اللي هو ضمائر الملكية، هل هذه تكون صورة من حفل زفافك يا سمير؟ يبقى يور عشان احنا بنكلم سميرة. نمبر 2، this is my brother يحيى، hair is short and curly، شعره ايه بقى؟ his hair، شعر ضمير الملكية ليه. نكمل. number three، I could ask parents for some money for the cinema. I could ask، طبعا I هنا يبقى my parents. this is our cat، دي قطتنا،
name is fluffy اسمها يبقى دي ولا دي؟ لسه قايلين الملكية لغير العاقل it بتبقى its بس بدون apostrophe، لكن دي اللي هي فيها apostrophe معناه إنها تكون. Number five, my aunt Salwa and kids were happy. My aunt Salwa وأطفالها يبقى her kids. The party was at grandparents' house. طيب احنا هنا مش بنتكلم، مش عارفين مين اللي بيتكلم، فهنبص على كل الخيارات يا ترى مين الديترمينر في كل اللي موجود. اكيد لا، ده ضمير فاعل، ده حاجه هناخدها بعدين. شيء ضمير فاعل، يبقى الوحيد اللي الديترمينر هنا his. Number seven, city is very busy, there is too much traffic. طيب عايزين أن نقول مدينة حد، اي ما ينفعش، ده ضمير ملكية، مي ضمير مفعول ما ينفعش، our وي ما تنفعش، ده ضمير فاعل، يبقى our city مدينتنا. He bought new chairs، هو اشترى كراسي جديدة. Color is black. New chairs، chairs ده نعود على بضمير they. طيب عايزين نقول ألوانهم يبقى إيه من كل اللي تحت؟ يبقى their colors، ألوانهم. طيب كلير ونطلع بالبيتش شوية فوق. نمبر إيه؟ أوكي نمبر ناين. نمبر ناين، your tail is black. عايز يقول زي قطتك، يبقى cats الابوستروف اس ولا اس ابوستروف؟ لا دي ما تنفعش اصلا لانها مش جامعة اصلا، يبقى your cat's tail. Mrs. Mona is اكيد اسم وبعده ابوستروف اس وبعد كده المبني، is Sarah's mother اللي هي والدة سارة. Which of relatives، اي من اقارب ملك يكون معلم؟ Which of ملكس، ملكس relatives. Number 12, my names are حاتم and فادي. عايز يقول اسماء اصدقائي، my friends. My friends فيها اس الجمع، يبقى نحط بعدها ابوستروفي بس. Number 13, aunt has three daughters. عايزين نقول عمة ليلى، تبقى ليلى apostrophe s. Number 14, this is my school. They علينا they يبقى cousins جمع، are proud of it. This is my cousins. طب أنهي واحدة بقى؟ أكيد فيها s جمع، يبقى هنحط وراء apostrophe ملكية بس. كلير وننزل شوية لتحت. أوكي آخر جملة، Whose bag is this؟ حقيبة من تلك؟ قال لنا It's. عايزين نقول عماد اسم مفرد، يبقى نحط له أبوستروف إس عادية، عماد. أوكي خلونا نروح ل، مش لازم سؤال الكوريكت، خلينا اللي هو اللي تشوز السريع ده. أوكي اختار، ماشي. أوكي my uncle has two sons. Names، عايز أقول أسماءهم، are هادي عند علي، يبقى their names. ده الـ determiner مناسب. Number 2, where is Sarah's house؟ Sarah's. Number 3, Marwan likes to play, sorry, to play chess with his grandpa. Number 4, they use wool to make heavy clothes. أولا كلمة شيب اللي هو الخراف، ما بي جمعها شيب، يعني ده جمع برضو من الجمع الغير منتظم زي تشيلدرن كده، فطبعا هي من غير اس، يبقى هنحط أو هنختار لها الأبوستروف في اس. I am her favorite hobby is football. My favorite hobby. آخر جملة، bears bears clouds help them catch fish from water. عايز يقول مخالب الدببة تساعدهم، يبقى إيه اختيار؟
لازم بيرس جمع الأول وبعد كده نحط الأبوستروفي إس. تمام، خلينا بعد كده وصلنا للجنرال اكسرسايزز، هنكمل حل الجنرال اكسرسايزز في الهوم ورك. وبكده انتهى درسنا النهارده، اتمنى يكون كان سهل. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل شير لباقي الفيديوهات. كان معاكم مستر محمد سيف، اشوفكم في فيديو قادم ودرس جديد ان شاء الله. سلام.